فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: عندي قطعة أرض حلت عليها الزكاة، ويوجد لدي أخ يرغب في الزواج وقدرته المادية ضعيفة، هل يجوز لي أن أعطي أخي زكاة هذه الأرض علما بأنني لا أرثه؟ لأنني لا أرثه، يقول، لأن الوالد والوالدة أحياء. أي نعم، إذا كان فقيرا ولا يستطيع الزواج إلا بمساعدة، ساعده من الزكاة. نعم.